وللتعليق على هذا الموضوع معنا من باريس أستاذ القانون بجامعة تونس محمود حسن. أستاذ حسن أهلا ومرحبا بكم. شكرا، أهلا وسهلا بكم. أستاذ حسن، إلى أي مدى يمكن لإضرابات هيئة المحامين في تونس أن تعطي نتائج ملموسة وفورية من أجل الدفاع عن جميع الحقوق الدستورية والحريات؟ شكرا، ولو سمحت لي دعيني أن أذكر بأن مهنة المحاماة ممثلة في هياكلها كانت من ضمن الرباعي التونسي للمجتمع المدني الذي أسندت له جائزة نوبل للسلام. فبالتالي التحرك الاحتجاجي المشروع الذي الآن يقوده المحامون في تونس جاء كذلك دفاعا على ضرورة احترام القانون من طرف الجميع. فبالفعل المحامون هنا لا يعتبرون أنفسهم فوق القانون أبدا، بل أن الذي حصل انتهاك لا مسبوق ولا تخفى خطورته للمحاماة التي هي جزء ومكون من منظومة العدالة ككل. المحاماة التي هدفها الأسمى هو الدفاع عن الحق والدفاع عن قواعد الحكم العادلة وكذلك الحرص على أن يطبق القانون وألا يخرق القانون. فبالتالي هذه المبادئ السامية والأساسية التي جعلت المحامون يخوضون حركتهم الاحتجاجية في كنف المشروعية وفي كنف ما ينص عليه القانون في الحقيقة لا تعني المحامون وحدهم، بل تعني جميع المهن التي ينظمها القانون، تعني جميع المؤسسات التي كذلك تخضع لنظام قانوني. فالمسألة لا بطبيعة الحال لا تتعلق بمعرفة ما إذا كانت دار المحامي لها حصانة أم لا. ليس هذا هو السؤال. السؤال هو أن الحقيقي هو أن دار المحامي مؤسسة لمهنة المحاماة وبالتالي تخضع لنظام قانوني معين. فبالتالي هذا القانون الذي تخضع له دار المحامي وأشار له عميد الهيئة الوطنية للمحامين لم يحترم. الاعتقالات العنيفة بالعنف التي تمت كذلك في دار المحامي وهمت محامية وإعلامية ومحامي ثاني، القانون لم يحترم. ذلك قاعدة قانونية دستورية وأساسية وهي أن الاعتقال الاستثناء والصراح هو الأصل، والاعتقال يتم في كلف احترام القانون ودون عنف. كذلك يبقى هو إذا كان يوجد ما يبرره. طيب أستاذ حسن، نعم أستاذ حسن، ما هي انعكاسات الإضراب العام للمحامين في تونس على سلك التقاضي في البلاد؟ على سلك التقاضي في البلاد في حد ذاته بطبيعة يعني أقول أنه الإضراب في حد ذاته هي حركة ينشئ حالة غير طبيعية. على أساس أن المرفق العمومي للقضاء الأصل ويجب أن لا يتوقف، ولكن بطبيعة الحال حالات الضرورة تقتضي تحرك مشروع اضطرته هذه الوضعية اللامسبوقة. مع ذلك المحامون يراعون حالات الاستعجال القصوى بطبيعة الحال لا يقع مساس بها، فبالتالي المحامون يمارسون تحركهم المشروع لكنهم يحرصون على أن لا يتم هذا مساس بحقوق المتقاضين. فما هو ضروري ولا ينتظر أجلا يقع القيام به، وهذه المحاماة لها هياكلها التي تحرص على ذلك، فلن يقع هنالك إضرار بالمتقاضين أو بمن يتعاملون مع المؤسسات القضائية وقت وقوع هذا الإضرار. وهذه حركة احتجاجية في كل الأحوال نأمل أن يتفادى الجميع التصعيد، لأن الوضعية لا مسبوقة التي وصلت إليها يعني
هذه التي آلت إلى هذه الأزمة. طب أستاذ حسن، عفوا، برأيك أستاذ حسن، هل سيبقى الإضراب مفتوحا إلى غاية الاستجابة لمطالب المحامين؟ هو مهنة المحاماة لها هياكلها وهي التي تتخذ ما تراه ملائما ولها صلاحية في ذلك في كل وهنالك عميد المحامين البارحة هذا ندوة صحفية أعلن على إجراءات تم تقريرها وأخرى جارية. في رأيي، في تقديري الشخصي، أرى أن هذه الأزمة تحتاج إلى التعامل معها بما تقتضيه الحكمة والرصانة من لدني كل الأطراف المعنية، وهذا مثلا من بينها أساسا ما نادى البارحة عميد المحامين رئيس الدولة بضرورة أن يتدخل هنا بما له من مرجعية قانونية بوصفه هو رئيس المجلس الأعلى للقضاء، بما هو الضامن بالخصوص الضامن لاحترام الدستور والقواعد القانونية، والذي دائما كان يذكر في كل تصريحاته بأن القانون يجب أن يحترم، وهنا الأزمة هي ناتجة عن أن القانون لم يحترم. فبالتالي الآن أعتقد أن الأوان أيضا لأن يتعامل كل الأطراف هنا بما تقتضيه من التروي من الحكمة والابتعاد، خاصة الابتعاد على التصعيد الذي لا يخدم الانتقال الديمقراطي في شيء، لا يخدم المصلحة العليا للبلاد والتي تتأهب لانتخابات استحقاق انتخابي كذلك في نهاية السنة. كل هذه المبادئ الأساسية هي حارية بأن ينتبه إليها الجميع من أجل المشروعية وسيادة القانون. أستاذ القانون بجامعة تونس محمود حسن، كنت معنا من باريس، شكرا جزيلا لك.